السلام عليكم اخوان، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. فوال اخوان، جينا بفيديو جديد، اخر فيديو في الهجونه الاحاديه اللي هي موريتها مميته. واخا تكون ميت ماشي غير باللغه تفهم الاخوان، يعني عندك دابا شي ميساج شي حاجه شاغلك نطق ليه الاولى واجي تتفرج معايا. شوف غتفهم غتفهم، غير تبع معايا والمحيط ديالك يكون هادئ وورقه وستيلو واجي معايا. يلا الاخوان، اول حاجه ديما غنبقى نقولها لك، ديما اداه راحه هي النتائج التجريبيه. ديما غتبدا بالنتائج التجريبيه، غادي تدوي توراسك، غتقول رضا شكون اللي زوج مع من. شوف رضا زوجنا ارانب حمراء مع ارانب بيضاء، زوجنا ارانب حمراء مع ارانب بيضاء. مزيان، واخا حنا زوجنا ارانب حمراء وارانب بيضاء، علاش تزوجوا باش يزهاو؟ الا كنت عارف الاخوان في السونتر ملي كنقول واش يتزوجوا واش يزهاو، كلشي كيقول الا في دقه واحده كيفاش كتطلع. ما علينا، ما تزوجوش باش يزهاو، تزوجوا باش يولدوا اف ان الاولاد بعالك الجيل الاول الخلف اللي بغيتي تقول قول. ما علينا، اف ان كيفاش خرج؟ اف ان خرج 50% خرجوا لينا 50% بيضين و 50% حمرين. هذا هو بارون ان وهذا هو بارون دو. رايدا الا بغيت ندير هذا هو بارون ان وداك بارون دو، واش مشكل؟ ماشي مشكل اللي عجبك. ولكن دابا واش كون السائد وشكون المتنحي؟ 50% بيضين و 50% حمرين، شكون السائد وشكون المتنحي؟ رضا شنو نديرو؟ غنهبطو للتزاوج الثاني. التزاوج الثاني شكون تم بين اف ا؟ شكون هما اف ا؟ زوجنا في التزاوج الثاني اف ا ارانب حمراء فيما بينهم، فاعطى هذا التزاوج 33 بيضين 66 حمرين. شكون اللي عنده رقم كبير دابا؟ 33 ولا 66؟ 66 هي الرقم كبير رضا، يعني هذاك الرقم كبير هو السائد، يعني حمراء هي السائد. 50% غاديين يخرجوا اغ كبيره و 50% غيخرجوا بي صغيره، يعني السائد هو الحمراء والمتنحي هو البيضاء. حمراء اغ كبيره، بيضاء بي صغيره. دابا قديت النتائج التجريبيه، عاود رضا عاود زربت عليا ما يمكنش. واخا تبع معايا، دابا هانت زوجنا في التزاوج الاول شنو هما دو ارانب قنيات وداكشي، ارانب حمراء ارانب بيضاء، عطاونا 50% بيضاء 50% حمراء، ما عرفناش شكون السائد. ملي ما كنعرفوش شكون السائد كنهبطو للتزاوج الثاني. التزاوج الثاني كنشوفو النسب، 33 بيضاء 66 حمراء، شكون السائد؟ اللي عندو 66، يعني حمراء هي السائد. متفقين. دابا غندوزو لاهم حاجه اللي هي التحليل. اجي معايا دابا في التحليل الاخوان، معايا في التحليل. التحليل كيف العاده عندنا صفه واحده هجونه احاديه، ندرس انتقال صفه واحده، اذا الامر يتعلق بهجونه احاديه. اف ا هنا الاخوان خرجوا عندنا 50% بيضين و 50% حمرين، يعني دوك الاولاد ما غيتجانسوش ما غيتتفقوش مع بعضياتهم، يعني اف ا غير متجانس. وعرفتي الا كان اف ا غير متجانس ما غاديش يتحقق لنا القانون الاول لمانديل، يعني عدم تحقق القانون الاول لمانديل. وإلا ما تحققش لنا القانون الاول لمانديل راه الاباء ماشي من سلاله نقيه وماشي من سلاله مسخه بطبيعه الحال، يعني من سلاله هجينه. اف ا غير متجانس، عدم تحقق القانون الاول لمانديل، الاباء من سلاله هجينه. نفتحوا واحد القوس الاخوان، كيكون استثناء ديال القانون الاول ديال مانديل غير في موريته مميته، في حاله موريته مميته كيكون اف ا غير متجانس. مزيان، باش تعرف راسك فين هو غادي. دابا اشنو كاين في التزاوجات؟ كاينين 6 ديال المنهجيات، كاينه سياده تامه دير بوزك شب، تساوي السياده، موريته مرتبطه بالجنس، موريته مميته. حنا دابا في موريته مميته، يعني بقى لنا مرتبطتين ومستقلتين، صافي بقى مرتبطتين ومستقلتين، وهادو هما اهم حاجه.
اللي كيتحطوا في الوطني بزاف وديما. يلا تبع معايا. اف ا غير متجانس، عدم تحقق قانون اول المدى الاباء من سلاله هجينه. سلاله هجينه الضد ديال السلاله النقيه، يعني الحرف للفوق ما يشبهش للتحتاني، الحرف للفوق ما يشبهش للتحتاني، يعني مختلف الاقتران، مختلف اقتران. سيادة تامة، سيادة فين هي؟ سيادة تامة نظرا لظهور صفة أحد الآباء، ظهروا لنا الصفات بجوج. سيادة تامة نظرا لظهور صفة أحد الآباء، سيادة تامة نظرا لظهور صفة أحد الآباء. الحليل المسؤول على الأرانب حمراء سائد ونرمز له بغوند إغ، والحليل المسؤول على الأرانب البيضاء متنحي ونرمز له بي صغيرة. هذا هو التحليل، التحليل غير تحفظ بوحده، غير تبع معايا أي حاجة كتبها. دابا غندوزو تفسير الصبغي للتزاوج أول. يلا أجي معايا الإخوان، تبع معايا في التفسير الصبغي للتزاوج أول. شوف غتبدا غير تنقل الإخوان، تفسير الصبغي للتزاوج أول. رايدا شكون اللي زوجنا مع من؟ زوجنا بارون ان مع بارون دو، زوجنا بارون ان مع بارون دو. قول لي بارون ان شكون؟ بارون ان هما اغ، غتجي غتكتب لنا اغ، و بارون دو هو بي صغيرة. ها هي كدير النمط الوراثي و كتسرح السخيفة. دقة دقة، يلا تبه معايا. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يزوجك. مارت شحال من امين تقالت قاركم الباك. اجي معايا الاخوان، داكشي صعيب عليكم. خلينا في التزاوج اش الاخوان. شوف كنوصلوا حد النمط الوراثي وكنوقف. قالوا لينا سلاله هجينه، سلاله هجينه كتعني لينا الحرف للفوق ما يشبهش للتحتاني، الحرف للفوق كاع ما كيشبه للتحتاني. عندك جوج الحروف اخويا الزين اختي الخيبه، عندك حرف كبير حطيه للفوق وحرف صغير حطيه للتحت. عندك اغ و بي، اغ تحطها للفوق و بي تحطها للتحت بحال هكا. يعني سلاله هجينه الحرف للفوق ما يشبهش للتحتاني، يعني اغ على بي. وهنا عندك اخويا دير هاد الغلط، هاد الغلط لا زيرو مقدر. يا قلتي لينا رايدة باللي سلاله هجينه الحرف اللي الفوق ما كيشبهش التحتاني، حنا تابعين غير هضرتك. الا الاخوان انا باغي نقول لك واحد المعلومه اخرى. شوف عمرك ما دير لهنا اغ على بي، حتى شي واحد القاعده كتسبق. شنو هي القاعده رايدة؟ القاعده المتنحي دائما متشابه الاقتران، ديما 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 المتنحي متشابه الاقتران. اجي نديرو الاعراب. المتنحي هنا شكون هو؟ هو بي صغيره ياك، دائما اداه راحه ياك، متشابه كيتشابهوا. الاقتران هو هذا، يعني غادي يكون متشابهين بي على بي ديما. الله يرضى عليك، انت ركز ركز ديما. هذاك الحرف الصغير اللي بين مجال بين المعقوفات ديما، واخا يقول لك سلاله نقيه سلاله هجينه، ديما الحرف اللي الفوق كيشبه للتحتاني. ديما الحرف هذا الصغير ديما غنديرو بي على بي، ابابي بي على بي، متفقين؟ مزيان. دابا قول لي شكون اللي ربح؟ اغ على بي شكون اللي ربح؟ ربحت لينا اغ وربحت لينا بي، واحد على واحد واحد يعني بي. عقل على القاعده، ديما المتنحي متشابه الاقتران، يعني خاصنا نديرو البيت شبكه التزاوج. شبكة التزاوج شبه ما هاد جوج غنحطهم هنا ار بي، وهاد بي غنحطه هنا فرش ار على بي و بي على بي.
اغ على بي شكون اللي ربح؟ ربحت لينا اغ، و با على بي ربحت لينا با الاخوان، يعني 50% خرجوا لينا بي و 50% اغ، يعني الاخوان 50% خرجوا ارانب حمراء اغ و 50% ارانب بيضاء، داكشي اللي كاين هنا. يا سبحان الله، يعني النتائج النظريه توافق النتائج التجريبيه، يعني التزوجات غتعرف راسك الا كنت كترقع باينه، الا كان داكشي صحيح باين. ما تسناش تمشي عند الاستاذ عاد تقول ليه استاذ واش عندي هادشي صحيح، الا كان عندك صحيح ومشيتي عند الاستاذ راه كتسمى غير كتلحس لي الكعبه وتتقرصتي ولا تتقرصتي حتى باينه. ما علينا الاخوان، تحيه للرجال الحقيقيين والبنات اللي ما كيدثروش عليهم اساسير، يعني هادشي الاخوان غتكشف في الاخر النتائج النظريه توافق النتائج التجريبيه. اجي نشوفوا في التزاوج الثاني. فوالا الاخوان، شوف دابا غادي نديروا التفسير الصبغي للتزاوج الثاني. التزاوج الثاني شنو قالوا لينا؟ تم بين اف ارانب حمراء، يعني الاولاد نوضوا بيناتهم الارانب الاخوان، وداك الشيء ارانب حمراء تزاوجوا الاولاد ما بيناتهم، يعني اف ان في اف ان. شكون بالضبط؟ اغ ارانب حمراء الغوج. كنديروا النمط الوراثي وكنت سراحوا الاخوان، تراك ضارب بزاف ديال الخدمه خاصك تسراح الاخوان دقه دقه. يلا شوف، عارفين باللي اف ان دائما هجين ياك، يلا فكرتك اف ان دائما هجين، يعني الحرف للفوق ما يشبهش للتحتاني، عندك جوج الحروف ديال الحرف الكبير للفوق والحرف الصغير لتحت، اغ الفوق و بي لتحت، صافي، يعني اغ على بي و اغ على بي، القاعدة كتقولها اف ان ديما هجين. شكون اللي ربح؟ ربحوا بجوج، اغ بي و اغ بي. غادي نديرو شبكة تزاوج. شبكة تزاوج غنصغروها اليوم. هاد اغ بي غنكتبها هنا، اغ بي، هاد اغ بي غنكتبها هنا الاخوان، اغ بي فرش اغ على اغ و اغ على بي و اغ على بي و بي على بي. شكون اللي ربح؟ اغ على اغ غادا تربح لينا اغ الاخوان، و اغ على بي غتربح لينا اغ، و اغ على بي غتربح لينا اغ، و بي على بي غتربح لينا بي، تعرفين؟ يلا اجي نديرو النتائج نشوفو واش داكشي صحيح، نحسبو شحال خرجت لينا ديال اغ وشحال خرجت لينا ديال بي. اغ كاينين ربعة الخانات ياك، واحد جوج ثلاثة أربعة، شحال خرجت لي من اغ؟ واحد جوج ثلاثة، ثلاثة على أربعة في مية، و بي خرجت لينا واحد على أربعة في مية، يعني 75% 25%. أجي نشوف واش هادشي صحيح. قالوا لينا 75% تخرج لينا اغ، لا قالوا لينا هنا راه 66 اللي خاصها تخرج اغ، و 33 بيضاء، هنا خرجت لينا غير 25 بيضاء، يعني واش عندي شي خطا؟ لا الاخوان ما عنديش خطا، الا جمعتي 33 زائد 66 الاخوان غادا تعطينا 99، 33 زائد 66 غادا تعطينا 99 ماشي 100%، اما هنا الا جمعتي 75 و 25 غتعطينا 100%، يعني ديك 1% من هنا ماتوا قبل ما يتزادوا، 1% ماتوا قبل ما يتزادوا. حنا يمان يموتوا ولا شغلهم هذاك، غنجيو غنكتبوا لهم في حركة. شوف النتائج النظرية لا توافق النتائج التجريبية، إذن الأمر يتعلق بمورثة مميتة. ضروري تكتب لي من الجملة،
النتائج النظرية لا توافق النتائج التجريبية. إذن الأمر يتعلق بمورثة مميتة. شوف شنو غدير دابا. شوف غادي تجي هنا ديما سير شبكة التزاوج، سير الشوكة الفوق، غادي تلقى السائد على السائد ضرب عليه، الحرف الكبير على الحرف الكبير ديما ضرب عليه. واجي نحسبو دابا، ضرب على الحرف الكبير على الحرف الكبير واجي نحسبو. نحسبو اغ شحال كاينة و بي شحال كاينة، شحال بقاش عندي من خانة. دابا هاد الخانة متحسبهاش، بقاش عندي واحد جوج ثلاثة، ثلاثة الخانات. شحال بقاش عندي من بي؟ بي بقى ثلاثة تاي، ثلاثة الخانات، ثلاثة الخانات. اغ باللي بالحبر واحد جوج، يعني جوج على ثلاثة، و بي واحد على ثلاثة. نضربه في مية، جوج على ثلاثة إلى ضربتها في المية غتعطينا 66%. دير كالكول تأكد. واحد على ثلاثة في مية 33%. يعني الإخوان داك الشيء صحيح، 33 خرجوا بي بلونش و 66 غوج، يعني 66 أرانب حمراء. يعني الإخوان داك الشيء خرج صحيح الإخوان، ما يمكنش يكون غلط. غادي تفهم واخا تكون بلوه إلى كملت الفيديو. ما تنساش الإخوان بارطاج معك الفيديو وماكسيمو مع صحابك مع عشرينك مع كل شي بغيناه يستافد، وتشجعوني الإخوان باش نزيد ديما نزيد نخدم معكم. وتبارك الله عليكم، الله ييسر لكم يا رب الإخوان. شوفكم.